السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المؤمنون، نذور دي إن شاء الله النصائح النغ أن سيور خو الصلاة خنبي النغ عليه الصلاة والسلام. أولا يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا الله تعالى يصلي على النبي والملائكة تصلي على النبي، ثم يمارى رب العالمين المؤمنين في كل مكان الزجن خنبي، ولذا قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي فيه من صلاتكم، لأن صلاتكم معروضة علي. قيل يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، أي رجعت رميما. قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فنبي الله تعالى في قبره حي يرزق. إن النبي عليه الصلاة والسلام أقن هان الجمعة جن هذا مقران، خلق الله تعالى في آدم، فيه الصعقة وفيه النفخة، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كتا الصلاة خافية، قال الصلاة النوم تعرض علي، يعني الناس مش خاكي تعرض عليك صلاتنا، يعني الصلاة لا تعرض عليك يا رسول الله، رجعت رميما دور الشار. قال النبي الكريم، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فنبي الله في قبره حي يرزق. الأنبياء وانت تبوث معاذ، فهم أحياء يرزقون عند الله عز وجل. ثم الرواية الثانية، قال النبي الكريم، أكثر الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحد لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. إذا إقارن بصلى الله عليه وسلم، الصرخة في نهار الجمعة نهار مشهود تشهده الملائكة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قمر الزجخة في شن الجن إلا الصلاة النوم تعرض علي. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، كتات خفي الصلاة نهار الجمعة، فإنه أتاني جبريل آنفا، يزغري جبريل، إن يا محمد ما على الأرض من مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صلى الله عليه والملائكة مرة عشرا. يعني إيش كتزج دي جو ماخن بينا رب العالمين، خاكي الزج عشرة والملائكة مرة يصلي عليك عشرا وجبريل يصلي عليك عشرا. ثم الرواية الثانية، قال النبي الكريم، أكثر الصلاة علي في يوم الجمعة، فإنه ليس يصلي علي أحد يوم الجمعة إلا الصلاة نتقضي. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وتكثبوثوا ذرينوا مثل القبور، لأن القبور يجوا ذيس وذيس نتكبو بويناث، لا صلاة ولا شيء. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل صلوا علي، زج خفيف في بيوتكم، فإن صلاتكم تبلغوني حيث كنتم، من مزجم الصلاة نمتك ضيد. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، راغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، وهو البخيل. البخيل الذي ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، وجنا بخير ذا قران. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أتاني جبريل قال، من صلى عليك يا محمد صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. ثم من جاء النبي صلى الله عليه وسلم فخر ساجدا، يسجد لله تعالى سجدة الشكر. قال جبريل، الناس يا محمد قولني خاك غاي الزجن قولنا شو صلي عليه، قولني خاك غاي سجمن ورانا شو يسلم عليه. فيمي سرا الخبار وانت النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل خر لله تعالى ساجدا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن لله ملائكة سياحين، الله تعالى غاس الملائكة دورا ذي ثمواف في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغني من أمتي السلام. ثنا الملائكة ذاك السنت السلام النش الصالة النش النبي سكوض نص النبي هاك قد الملائكة دوران ذي مواف كسنت الصالة النش السلام النش النبي سكوض نص النبي. ثم يقار النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. كذلك ونغيس دمر النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض خاص النبي صلى الله عليه وسلم السلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن لله تعالى ملكا، لين يجي الملك من الملائكة خلق ثار بيغ يكشى صلى الله تعالى سمع العباد يتسرى مرة العباد، فما راش يجي الزوج خنبي نغي سجم خنبي
اكس الملك اني صالني السلام نيت بلغيث النبي النغ عليه الصلاة والسلام من ما يتجمع ثارس. اذا ايها الاخوة المؤمنون ممش النغ نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اخس نكتا الصلاة عليه الصلاة والسلام. ثم غانا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على النبيين، عاوز زجت النبيين اذا ذكرتموني مرات اذا ما يغ زجت عاوز الانبياء عاوز، لان الانبياء راني هنا غاسن حقوق علينا أن نصلي عليهم. صلوا على النبيين إذا ذكرتموني فإنهم قد بعثوا كما بعثتوا، يعني القرآن اثنين سكين رب العالمين بعدين رب العالمين ما مش يبعث الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقارن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على الأنبياء أو على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني. إذن أيها الإخوة المؤمنون نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة يوم الجمعة يوم أرانغ النبي عليه الصلاة والسلام، فنعلم جميعا أنه نغيز جنخن بيجن الصلاة الله تعالى يصلي عليه عشرا والملائكة عشرا وجبريل عشرا، ثم الله تعالى يرفع له بهذه الصلاة عشرا درجات ويحط عنه عشرا الخطيئات. ثم هذه السنة دارس بأن أقرب الناس مجلسا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغير الزاثين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجنة يوم القيامة نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ننتقل الآن إن شاء الله إلى الحصة الثانية أدنبيا كيفية الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.